شباك لبيك، اطلب اي شيء في الدنيا اجيبه بين يديك. ياي يا الله، الجني الزاحف اللي يطلع من ابريق الغبار السحري. تكفى يا بطل، حقق لي اعظم امنياتي. اوكي بس اسمع، انا ما راح اعطيك الا امنية واحدة فقط، اوكي؟ فافكر مزبوط قبل ما تطلع. واي ليش الجنيات الثانيين يعطون ثلاث امنيات؟ والله شوف يا اخي، انا كذا مزاجي كذا كسلان، بعطيك امنية واحدة فقط. تبيها ولا اسحبها منك؟ طيب طيب خلاص، ابي 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 واسطة. نعم ابي واسطة. وش امنيتك اجيب لك واسطة يعني؟ نعم ابي واسطة. ورا يا اخي، ورا ما تطلب لك شيء ثاني؟ ورا ما تطلب لك قطعة ارض على اربع شوارع في شمال الرياض؟ لا. ورا ما تتمنى مليون ريال؟ لا لا لا، ابي واسطة. بكيفك. ياي واسطتي، يا الله شكرا يا الجني السحري. تكفى الواسطة، ابي قطعة ارض في شمال الرياض على اربع شوارع. ولا يهمك، خلني ادق على ابو بندر. الو ابو بندر. ايه حياك، خير الله يسلمك. بغينا قطعة ارض في شمال الرياض للغليم. نعم على اربع شوارع. الله يخليك. الله يسلمك يا ابو بندر. حمود عبد الله. نعم هنا. تفضل يا اخ حمود، هذا صك ملكيتك الارض في شمال الرياض على اربع شوارع. يلا سلام عليكم. واو يوك، كيف سويتها؟ يا الله ايش الجنان هذا. طيب تكفى الواسطة، ابي مليون ريال. مليون مبروك للفائز بالمليون ريال سعودي، مقدمة من الواسطة الى الشاب حمود. ياي مليون ريال، اقدر اسافر بها للبحرين. لا انا تكفى الواسطة، تكفى حقق لي امنيتي انا. طيب يا الواسطة، ابي ثلاث امنيات جديدة من الجني. يا جني سم طال عمرك، عطى ثلاث امنيات جديدة. لكن طال عمرك النظام، اقول لك عطى ثلاث امنيات جديدة، انا فوق النظام. ابشر طال عمرك.